اتفاقية حصلت بين إسرائيل والسعودية. الرئيس الأمريكي بايدن كان في إسرائيل فحصل اتصالات مع الجانب السعودي وحصل اتفاقية بين إسرائيل والسعودية إن يتم السماح للطيران المدني الإسرائيلي إن يطير في السعودية عادي جدا. فالاتفاقية حصلت خلاص. فبعد كده هنشوف سياح إسرائيليين بيروحوا السعودية من الرياض جدة شواطئ السعودية، هنلاقي سياح إسرائيليين بيستمتعوا بالشواطئ السعودية عادي جدا، يلبسوا اللي هم عايزينه ويشربوا اللي هم عايزينه، ممكن يرفعوا العلم الإسرائيلي هناك عادي جدا، بقى في علاقات مباشرة دلوقتي مع إسرائيل. تاني حاجة ممكن برضو الحجاج الإسرائيليين يروحوا يحجوا في السعودية من خلال الطيران الإسرائيلي، عشان طبعا احنا عارفين في فلسطينيين كتير معاهم الجنسية الإسرائيلية وبيسافروا بالباسبور الإسرائيلي، ففي وقت الحج ممكن طيران إسرائيلي برضو يوصل السعودية بالحجاج المسلمين اللي معاهم الجنسية الإسرائيلية يروحوا يحجوا برضو. السؤال هنا، السعودية لما عملت بعد حرب 73 وعملت اتفاقية سلام مع إسرائيل، السعودية قطعت مصر 8 سنين 79 ل 87، وقالوا على الرئيس السادات خاين وكلام من كده، ووصفت مصر ان يعني تخاذل بقى وخيانة عشان عملنا سلام مع إسرائيل. دلوقتي بنشوف السعودية بتفتح مجالها الجوي لإسرائيل وفي تعاون دبلوماسي وتجاري هيحصل مع إسرائيل وبدأ فعلا. هل بقى السعودية هتعتذر عن المقاطعة اللي عملتها مع مصر؟ هل هيعتذروا للرئيس السادات الله يرحمه؟ ما توقعش. هل أي دولة عربية هتقاطع السعودية عشان اللي عملته ده؟ ما توقعش. هل فتح وحماس هيطلعوا ينتقدوا أو يدينوا اللي السعودية عملته؟ ما توقعش برضه. يعني لو كان في ناس يعني مستنيين السعودية تعتذر على عملته، هم مش هيعتذروا، هم بيعملوا اللي هم عايزينه. فتمام. فيعني في عز ما كنا في حرب وفي عيد سلام ومحتاجين دعم معنوي من الأخوة العرب، فهم قطعونا 8 سنين كاملة. فدلوقتي بنشوفهم كلهم بضغط من أمريكا بيعملوا علاقات دولية مع إسرائيل، تجارية ودبلوماسية وخارجية وداخلية وسياحية وكل حاجة. فلما حد يزايد عن رئيس بلدك سواء بقى دلوقتي أو في المستقبل أو قبل كده، ما تسمعلهوش، لأن هما بيعملوا اتفاقيات بضغط من أمريكا. لكن مصر في السلام مع إسرائيل كان موضع قوة، يعني حتى الرئيس السادات طلع واتكلم قال العمق بالعمق، يعني والدليل صواريخ ظافر في أي وقت توصل لتل أبيب عادي جدا. بس هو بيبص لقدام وعايز يعمل تنمية في البلد وعايز يقفل الملف ده خالص، فخلاص عمل اتفاقية سلام ويجوره في 60 داهية ونركز بقى، مش عايز ايه يحل المشكلة دلوقتي بالحرب وبعد 10 سنين يرجعوا يحاربونا تاني. وزي ما انتوا عارفين اصلا كامب ديفيد دي مجرد ورقة، لا اسرائيل هتعرف تحتل مصر تاني او جزء من مصر تاني، ولا هيعرفوا يقربوا من مصر. بس شوفنا بقى زيارة بايدن للسعودية، هنلاقي بعد كده السعودية هتوافق انها تزود انتاجها في النفط، فسعر النفط والبنزين هيقل في العالم الى حد ما، هلا في صفقة سلاح كبيرة بين السعودية وامريكا، فالخزانة الامريكية هنتعش شوية. بس فيعني هنيئا للسعودية. وطبعا محمد في انجاز، طبعا محمد بن سلمان او جو بايدن وافق ان هو يسلم ويقعد مع محمد بن سلمان، فطبعا ده انجاز برضو للاخوة السعوديين يعني. فطبعا يعني انا ما كنتش عايز اطلع اتكلم، بس لان السعودية عندها قناة العربية مصر وام بي سي مصر بتطلع كل كبيرة وصغيرة بتنتقد مصر وبيطلعوا نزلوا اي حاجة سلبية عن مصر، طلعوا اشاعات اقتصادية عن مصر، فانا برضو حبيت ما اكدبش ولا اطلع اشاعات، بس اقول اللي حصل النهاردة. فتح يا مصر غصب عن اي حد، والايام اثبتت ان رئيس السادات كان رئيس وطني الله يرحمه، وكل اللي زايدوا عليه هم اللي شكلهم وحش قوي.
شكرا وتحيا مصر.